قبل شوي كنا نبغى نداخل مع الدكتور ناصر آل قميشان حول الحديث عن موضوع مبادرة نشامة عسير. حياك الله دكتور ناصر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله، كويس إن لحقنا عليك، ما انتبهت للجوال. الله يطول عمرك، الله يحييك. الله يحييك، كلمنا عن هالمبادرة، مبادرة نشامة عسير. الحقيقة مبادرة نشامة عسير هي مبادرة نشأت مع بداية انطلاق أعمال غرفة إدارة أزمة كورونا في أمارة منطقة عسير. هي الحقيقة استجابة للاستعداد المجتمعي الكبير اللي أبداه أهالي منطقة عسير للوقوف مع جهود الدولة، الجهود الحكومية في السيطرة على هذه الجائحة. تقدم إلى أمارة عسير مجموعة من المبادرات، سواء مبادرات بالجهد، بالمال، بالفكر، بمباني، وبعضها اطلعنا عليها في بعض وسائل التواصل. كيف يعني مباني؟ معليش أنا سمعت مباني، هل يعني مبادرة قدمها رجال أعمال بمثلا منشآت وغيرها ولا؟ كثير طبعا لاحظنا في وسائل التواصل، المباني تعتبر من أبرز ما تم تقديمه كمحاجر صحية. صحيح. وغيرها تقدموا بها كثير من رجال الأعمال. جميل. اللي التركي رأى أنه هذه المبادرات لابد أن تنتظم في هدف واحد يكون واضح وفي مسارات واضحة حتى تحقق الهدف بكفاءة عالية. تم بالفعل تشكيل هذه المبادرة، مبادرة نشامة عسير، في 28 فرصة، 13 فرصة مالية و6 فرص بالجهد و6 فرص بالأفكار. كل الفرص هذه 28 تسهم في تحقيق هدفه والسيطرة على جائحة كورونا من خلال 3 مسارات رئيسية: إما خفض المنحنى، أي خفض انتشار الوباء، أو رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، أو الحد من أثار هذه الجائحة على الفئات الأكثر. يعني أنتم قننتوا المبادرات يا دكتور، يعني بدل ما تكون المبادرات مثلا تضيع بين جهة وأخرى، فأنتم قننتوها وصارت مثلا الأمارة مشرفة عليها كذا. بالضبط، وضعت في يعني فتحت مسارات محددة للمبادرات. يساس. لتحقيق هدف واضح، لأنه المبادرات إذا جاءت متشتتة من الشرق إلى الغرب فأنت ستتوه في هذه المبادرات، ستبذل جهد ووقت ومال من دون كفاءة في الوصول إلى هدف محدد. جميل. العدد الآن تقريبا، عدد المبادرات اللي تمت أو على الأقل المستفيدين منها كم كرقم؟ طبعا المستفيدين عدد كبير جدا صراحة، لكن المبادرات اللي أطلقت طبعا إحنا استقبلنا على رابط المبادرات، فتحنا لمدة أسبوع واحد فقط استقبلنا ما يقرب من 4000 مبادرة. ما شاء الله. طبعا صنفنا المبادرات هذه تمت، طبعا نتكلم عنها تمت يعني في التسع مسارات اللي قاعدين نشوفها. لا هي الحقيقة ما هي باقي الآن، باقي عندنا إطلاق مبادرات اللي أطلقناها اليوم، اللي أطلقناها تقريبا 9 مبادرات. 9؟ نعم، هي 9 المسارات. يا سلام. ممتاز. لكن باقي غيرها كثير. عندنا مبادرة ستطلق بعد تقريبا 10 أيام من الآن، هي أضخم مبادرة تطوعية على مستوى منطقة عسير. ما شاء الله. وشي؟ مبادرة اسمها نشام الحي. هذه المبادرة في الرابط اللي أطلقناه تقريبا اتفق 700 مشارك في الرابط على أهمية وجود هذه المبادرة، لكن أخذناها كمبادرة بسيطة جدا، عبارة عن فرق تطوعية داخل الأحياء تقوم بشؤون الأحياء، وضخمنا من هذه المبادرة وعطفنا منها لتكون عبارة عن فريق من المتطوعين يدير العمل الاجتماعي والعمل الخيري والعمل السياحي والعمل الاقتصادي في القرى وفي الأحياء. نستهدف 8000 متطوع. ما شاء الله. سينطلق التسجيل عبر منصة نشامة عسير التطوعية اللي اعتمدت مؤخرا في أمارة منطقة عسير، وستدار هذه المبادرة عن طريق غرفة عمليات موجودة في نشامة عسير. تدير هذه الغرفة 4 مراكز تنمية في أبها. ما شاء الله. ما شاء الله. 5 مشيط وبيشة، وهم يديرون 77 لجنة تنمية، ولجان التنمية كل لجنة لها 4-5 فرق منتشرة في الأحياء. طيب دكتور ناصر، الآن اللي يبغى يتواصل معكم في وسائل تواصل موجودة عندكم؟ موقع لكم، حساب في تويتر؟ نعم، عندنا حساب في حساب نشامة عسير في تويتر، وعليه متابعات، وفي أرقام التواصل، عندنا رقمين للتواصل، رقمين هاتفية، هناك استقبال. طبعا احنا عرضناها دكتور اثناء عرضنا لها التقرير وايضا الموشن الخاص بها المبادره، يعطيكم العافيه. وعد كلها العسير نشامه ما شاء الله تبارك الله، ولا قصورهم في البقيه. يعطيك العافيه دكتور ناصر محمد القميشان، منسق مبادره نشامه عسير، على هذه المبادرات وايضا احتوائها وتقنينها واشراف الاماره مباشره عليها.